النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا تفاصيل الموجة الحارة المتوقعة أن تؤثر على المملكة بداية الأسبوع القادم. المحاور التي سنتحدثها خلال هذه النشرة هي الانخفاض على درجات الحرارة يوم الجمعة وموجة حارة يوم الأحد، وتستمر تأثيرات هذه الموجة الحارة طيلة الأسبوع القادم بإذن الله. لا بأس أن نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال 7 ساعات صباح اليوم، ولتوضح خلو عموم منطقة بلاد الشام والمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط من الغيوم، بينما انتشرت بعض الغيوم العالية الغير فعالة في منطقة شمال المملكة العربية السعودية. ننتقل الآن إلى هذه الخريطة، هي خريطة توزيع الأنظمة الجوية التي ستتسبب في اندفاع لكتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية باتجاه منطقة بلاد الشام اعتبارا من يوم الأحد. السبب في ذلك يعود لتشكل منخفض جوي حراري فوق منطقة تبوك ومنطقة المدينة المنورة وعموم منطقة شمال غرب السعودية. هذا المنخفض الجوي سيعمل على الاندفاع لهذه الكتلة الهوائية الحارة ذات المصدر الصحراوي من شبه الجزيرة العربية مباشرة باتجاه منطقة بلاد الشام، وبالتالي درجة الحرارة ستعرف ارتفاع كبير اعتبارا من يوم الأحد، حيث ستصنف على أنها موجة حارة خلال الأسبوع القادم على المملكة. تفاصيل هذه الموجة الحارة نشرعها في هذه الخريطة، وهي خريطة توزيع الكتل الهوائية على طبقات الجو المتوسطة من الخميس وحتى يوم الاثنين. يوم الخميس لاحظ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس الأربعاء، لكن يوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع تعود درجة الحرارة للانخفاض قليلا مقارنة بيوم الخميس، لكن اعتبارا من يوم الأحد تندفع إلى المملكة كتلة هوائية حارة تعمل على ارتفاع كبير على درجات الحرارة، طقس حار إلى شديد الحرارة في عموم المناطق يوم الأحد، خاصة في منطقة الأغوار، المنطقة الشرقية، منطقة البادية، البحر الميت والعقبة. أيضا ترتفع درجات الحرارة الليلية خلال هذه الفترة، أي خلال فترة تأثير الكتلة الهوائية الحارة، وبالتالي يسود طقس دافئ ليلا في عموم المناطق. تستمر تأثيرات هذه الموجة الحارة خلال منتصف الأسبوع القادم، وربما تمتد حتى نهاية الأسبوع القادم. الآن ننتقل إلى التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 23 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة انخفاض قليل على درجات الحرارة، طقس صافي 32 إلى 24 درجة مئوية عفوا. يوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة 33 إلى 24. أما يوم الأحد تتأثر المملكة ببداية لموجة حارة، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة لتسجل 36 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 27. في نهاية نشرتنا لا بأس أن نستعرض بعض التوصيات خلال تأثير الموجة الحارة على المملكة، وهي عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في أغلب المناطق، أيضا الإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة، والانتباه بعدم ترك عبوات التعقيم داخل المركبات، والانتباه بعدم ترك الأطفال داخل المركبات حتى ولو لفترات قليلة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.